تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل. أنا أحب يوم الثلاثاء جدا، أنا أحس يوم هادي بعيد عن ربشة الأحد وزحمة الخميس. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، تطل عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. نصبح أول شيء على طاقم موجود معاي في الإخراج أيمن سرحيل، وفي التنسيق هلا يا أبو نوح، وفي التنسيق ميرا المري. يعطيكم ألف عافية، ويعطيكم ألف عافية مستمعينا. مثل ما دائما نقول هذا برنامجكم، لازم تتواصلون معنا، نبغى نسمع أصواتكم، نبغى نقرأ رسائلكم، فتواصلوا معنا على أرقام التواصل 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. كالعادة نبتدي دائما برنامجنا بفقرة السوشيال ميديا وما هو الجديد في عالم السوشيال ميديا مع أسماء الجناحي. صباحك ورد يا أسماء. صبحكم الله بالنور وسرور عليك دكتور وعلى كل المستمعين. صباح الثلاثاء اللي يحبونك الثلاث. نبدأ مع مجموعة من الأشياء اللي نحن حطيناها أمس. يسعدنا نحن نكون أحد الشركاء المنظمين لأسبوع دبي للاستثمار بنسخته الخامسة، واللي هو بيكون في شهر أكتوبر. غير هذا نحن نحط كل أسبوع نصائح عن وجبات خفيفة صحية للمجتمع، أن تبي الواحد يساعد يصير الدوام، يصير عنده هلا، يعني يبغى شيء سهل يكون معاه وسعرات حرارية يبغى يعرفها. فهاي من أفضل الأشياء. فأمس كنا حاطين عن الزبادي مع التوت وكم سعره حرارية وكم الحجم اللي لازم يحطونه. أيضا كنا حاطين أعراض الزهايمر في هذا الأسبوع، حين قاعدين مركزين على مرض الزهايمر، واللي هو فيه مو بس عدم القدرة على الكلام والنسيان، لكن لازم ما ينسون في جانب النفسي، إنه بيلاحظوا إنه عنده خوف أو في تقلبات في المزاج. فتقلبات المزاج جزء من أعراض مرض الزهايمر وما له علاقة بالعمر ترى. يعني في بعضهم يقولون إنه خلاص كبر في العمر، هاي أعراض العمر. لا، الزهايمر ممكن يصادف، لكن الناس يخربطون بينه وبين كبر الشخص. وعندنا سؤال حطيناه اليوم نتمنى الكل يجاوب عليه، اللي هو ما هو الأفضل، هل شرب الماء حسب الوزن أو شرب 8 أكواب من الماء؟ ونختمها نقول لكم اليوم إن شاء الله بيكون مميز وسعيد، بس إذا أنت كنت تبغى يكون بهالطريقة. أكيد. وأنت بصحة وسعادة. وأنت بصحة وسعادة يا أسماء، شكرا لك، شكرا، يعطيك العافية. أسماء قالت نفس الجملة اللي نعيدها كل يوم، وتأكيدا أن اليوم يمشي مثل ما أنت تحب. إذا أنت توقعت أنه بيكون يوم جميل راح يكون يوم جميل، إذا نشيت من الصبح وتوقعت أنه راح يكون يوم غير جميل ما راح يمر اليوم مثل ما أنت تحب. خلاص أنت خذت قرارا اليوم ما راح يكون يوم جميل، فأكيد ما راح يكون يوم جميل. لكن مهما تكون الصعوبات، لما نش الصبح نقول نتوكل على الله وإن شاء الله بيكون اليوم يوم سعيد ويوم إيجابي، سبحان الله كل شيء يترتم بعد قدرة الله سبحانه وتعالى، بعد مشيئة الله، بقوة الطاقة الإيجابية مالتنا، تلاقون يومكم مترتب مثل ما أنتوا تحبون. الامتحان كنت تحسه وايد صعب استوى زين، الموقف اللي كنت تحس أنه وايد صعب في الدوام مر على سلام، المهمة اللي كانت عندك أو البروجكت اللي كان عندك في الدوام اللي كنت شايل همه، سبحان الله يمر بسلاسة. فخلونا كده دائما نبتدي يومنا بهذه الطاقة الإيجابية. رح ننتقل الآن لفقرة التغذية. اليوم موضوع مهم، موضوع وايد نسأل عنه، ليه الأغذية المناسبة لصحة الشعر والأظافر. معانا اليوم أخصائية التغذية ريناد إبراهيم، بتقول لنا شو الأغذية المناسبة لصحة الشعر والأظافر، لأن وايد في إشاعات في هالمجال. صباحك ورد يا ريناد. صباح النور يا ميت، أهلا وسهلا، وصباح الطاقة الإيجابية على الجميع المستمعين.
رح نتكلم اليوم عن أهمية أو بعض الأغذية المهمة لصحة الشعر والأظافر. طبعا في عندنا كثير عوامل ممكن تؤدي لتساقط الشعر أو لتكسر الأظافر، من ضمنها طبعا أكيد نقص التغذية المناسبة للشعر أو نقص البروتينات والفيتامينات والمعادن. طبعا تبرز أهمية النظام الغذائي الصحيح المتوازن ليس فقط صحة الجسم بل صحة الشعر والأظافر والبشرة أيضا. بعض الأغذية المهمة جدا لتقوية الشعر والأظافر اللي احنا لازم تكون متواجدة بنظامنا الغذائي بشكل دائم وما نستغني عنها حتى لو كنا ماشيين على برنامج دايت أو حمية غذائية. أهم إشي عندنا طبعا مجموعة اللحوم والدجاج اللي هي اللي تحتوي على البروتينات، والأسماك طبعا من ضمنها. ليش؟ لأن هي غنية بالمواد البروتينية والأحماض الأمينية المهمة لإنبات بصيلات الشعر. فهاي أهم مجموعة اللي احنا لازم تكون دائما متواجدة خلال النظام الغذائي. بعد عن البيض، البيض من أهم المصادر المهمة لتقوية الشعر والأظافر، لأنه يحتوي على البيوتين والبروتينات والزنك والسيلينيوم اللي هم المكونات الأساسية لنمو صحي للشعر. حكينا البيوتين طبعا هو كثير مهم لإنتاج أحد بروتينات الشعر المعروفة بالكيراتين. حتى حاليا صاروا يعني يعملوا منتجات أو مكملات في الأسواق اسمها البيوتين لتحسين نمو الشعر، بس إذا احنا أخذنا غذاء متوازن فممكن نستغني عن هاي المكملات الغذائية. أيضا في عنا مجموعة الخضار الورقية الخضراء بشكل عام، كلها غنية بالفيتامينات والمعادن، بس بحب أخص منهم الخس والملوخية والجرجير. ليش؟ لأنهم بينتجوا مادة زيتية، هاي المادة الزيتية بتساعد على إنبات بصيلات شعر. وأيضا من ضمنها السبانخ غنية بالفولات والحديد وفيتامين A وفيتامين C، وأيضا غنية في البيوتين. فهاي المجموعة لازم تكون دائما موجودة. احنا دائما نركز على وجود السلطة بالنظام الغذائي، فممكن نحتوي على أحد هاي الخضار الورقية الخضراء من ضمن التغذية. أستاذة رناد، بما أن قلت عن الجرجير والخس، المخرج يسألك يعني ينفع مثلا الجرجير، نشوف الأفلام يأخذون الجرجير يعصرونه ويحطونه على الصلعة يعني عشان ينبت شعر ولازم يأكلونه؟ في ناس هلأ ممكن تعمل هاي الخلطات فعليا، ممكن أنها تساعد. وبنفس الوقت حتى لو أكلناها أكل كسلطة الجرجير أو حتى كأنه بس أكلناها مثل هيك، بعد رح تعطينا نفس النتيجة. المخرج زعلان يقول أنا بأكل كتير خضرة بس ما بيطلع لي شعر، ليش؟ ما هو احنا كمان زي ما ذكرت بالاول كان اسباب لتساقط الشعر، في من ضمنها مش بس نقص مرات التغذيه، مرات في عنا الحاله الصحيه تبعت المياه والوراثه، بعد الوراثه يمكن في العائله الوراثه. وبعد شيء وايد مهم الحاله النفسيه. يعني انا لحقت اول الكلام اللي يوم كنت معكم على الخط انه فعليا الطاقه الايجابيه او الحاله النفسيه بتلعب دور كثير مهم في هالموضوع. صحيح. أغلب الناس اللي يكون عندهم تساقط شعر تكون حالتهم من نفسية مو بجيدة، أو يكون عندهم تفكير زائد أو قلق زائد، هذا بيؤدي إلى تساقط الشعر. حتى لو أنت كنت تأخذ نظام غذائي صحي، بس طبعا الحالة النفسية والقلق والتوتر موجود، هذا ممكن يؤدي إلى تساقط الشعر. صحيح. فإحنا حتى لو عندنا أسباب، بس لازم كمان تكون تغذيتنا متوازنة. أيضا من ضمن الأغذية ممكن نأخذ الأفوكادو، وهو غني في مضادات الأكسدة، اللي أيضا غني بفيتامين إيه بيساعد على تقوية الشعر. التوت كمان غني بفيتامين سي. أغلب الفواكه تحتوي على فيتامينات المعادن، بس أكثرها الفواكه اللي تحتوي على فيتامين سي مثل التوت، مثلا البرتقال أو الحمضيات بشكل عام، لأنها غنية بمضادات الأكسدة وبتساعد على تقوية الشعر. وفي عنا كمان البطاطا الحلوة أو والجزر كمان غنيين بفيتامين إيه، برضو من ضمن الفيتامينات المهمة لتغذية الشعر. وأكيد في مجموعة كثيرة عنا مهمة، هي مجموعة الحبوب الكاملة. الحبوب الكاملة اللي هي مثل الخبز الأسمر مثلا، الشوفان، أو مثلا المنتجات كاملة القمح. هاي المنتجات كلها غنية بفيتامين بي أو البي كومبلكس، وغنية بالحديد ومدعمة بالزنك والسيلينيوم، وهاي كلها هاي الفيتامينات بتساعد على تقوية الشعر والأظافر. يعني مش بس شرط أنا يكون عندي مرض سكر عشان أخذ الحبوب الكاملة، لا، ممكن نأخذها كمان من ضمن الغذاء الصحي لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن. وأكيد ما بدنا ننسى البقوليات والمكسرات، ممتاز، بعد لأنها تحتوي على البروتينات وتحتوي على السيلينيوم وتحتوي على الزنك، فهي أيضا مهمة جدا تكون بالنظام الغذائي. ونفضل أن نأخذ المكسرات، نأخذ اللي هي تكون غير مملحة وتكون بكميات بسيطة، لأنها عالية بالسعرات الحرارية، بس بنفس الوقت تحتوي على الدهون الجيدة وأيضا تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فممكن أيضا نضعها من ضمن النظام الغذائي.
ممتاز. أكيد طبعا شرب كميات كافية من المياه، هاي كمان من أحد الأهم الشغلات الأساسية كمان، لأنه الجفاف أيضا ممكن يؤدي إلى تفاقد الشعر. صحيح. شكرا لك أستاذة رينات إبراهيم، أخصائية التغذية في الصحة بدبي، هذه المداخلة الجميلة عن التغذية المناسبة لصحة الشعر والأظافر. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا. شكرا لك. مثل ما شفتوا ما شاء الله العناية بالشعر والأظافر عبارة عن مثل العناية حسب أي شيء ثاني في الجسم. هناك عديد من المواد الغذائية والفيتامينات والمعادن تدخل ضمن هذه العناية. طبعا الصحة النفسية جدا مهمة. أنا قبل ما أطلع فاصل بس بأكد على موضوع، بما أن كثير من البنات يتواصلون معي عن طريق وسائل التواصل، دكتورة شوفي هذه عندها زيت، دكتورة شوفي هذه عندها شاي، كل حق الشعر والأظافر طبعا، دكتورة شوفي عندها كريم، شوفي عندها. دائما أقولهم هل انت وانا عندي تساقط شديد ان انا بصلع. بعض هذيلا البنات اللي يقولوا احنا نصلع، انا شفتهم نفس شخصيا شعرهم زين ما فيها التساقط. طبيعي. نفهم يا جماعه يا بنات ويا شباب ان طبيعي هناك تساقط للشعر، هناك تساقط طبيعي، نسبه معينه من الشعر طبيعي تتساقط ترك اليوم. ليش؟ عشان ينبت مكان الشعر الجديد. لكن للاسف من كثر ما نشوف في حسابات التواصل ان البوستات والحسابات اللي مهتمه بالمنتجات اللي تنبت الشعر، الكل صار عنده هذا المفهوم، يعني معقول هذه عندها 5000 زيت حق انبات الشعر؟ اكيد انا بعد شعري قاعد يطيح. ولا ويحطوكم تجارب وهميه، أنا مسؤولة عن كلامي، تجارب وهمية. والله أشكرك نبت شعري، لا نبت شعري خلال 3 أسابيع، البيبي هير طلع وشعر بنتي زاد. شو هذا الكلام؟ بالمنطق كيف خلال أسبوعين أو خلال شهرين حتى يبيبي هير وتغير الشعر وصار كنا دي الحصان؟ هذه كلها تجارب وهمية وغير صحيحة، فلا تنقادون وراها وتخسرون بيزاتكم. المصيبة أن هالمنتجات غالية، تشتري غرشة الزيت ب500 درهم، لا والله قالت الدكتورة خلال شهرين بيستوي شعري كثيف، هذا كلام غير صحيح. اهتمي بتغذيتك، عندك مشكلة تشوفي دكتور طبيب الأسرة بيحولك على الجلدية إذا تحتاجين. هنا في فطريات في قشرة الرأس، ضعف الفروة نفسها وايد فيه، بس تنقادون وراء هذه الأشياء. رح نطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل نتكلم عن موضوع مهم، عيادات الإقلاع عن التدخين بهيئة الصحة بدبي، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. نجحت عيادات الإقلاع عن التدخين بهيئة الصحة بدبي في رفع نسبة المقلعين عن التدخين إلى 16% من العدد الكلي للمراجعين لهذه العيادات، والبالغ حوالي 300 مراجع سنويا. بنتكلم عن هالعيادات، شو الخدمات اللي تقدمها، كيف ممكن تحصلون على هذه الخدمة. يصرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتور صلاح ثابت، أخصائي طب الأسرة في قطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور صلاح. مرحبتين دكتورة، حياك. يا مرحبا. الله يحييك وحياك الله برنامج صحة وسعادة. يا مرحبا بكم، الله يحييكم. دكتور صلاح تفضل، أول شيء تعطينا نبذة عامة عن عيادة الإقلاع عن التدخين، وين مكانها وما هي هذه العيادة؟ أوكي، عيادات الإقلاع عن التدخين طبعا تخدم المدخنين بشكل عام من جميع الأعمار وجميع أنواع التبغ، سواء سجائر أو شيشة أو مدواخ أو حتى التبغ الممضوغ. بخصوص أماكن تواجدها في هيئة الصحة بدبي، في مركزي الطوارئ الصحي ومركز البرشة الصحي. نعم. طبعا في مركز البرشة الصحي يوم الاثنين مساء فقط، حاليا يوم الاثنين مساء من الساعة 2:30 إلى 9:30. أما بخصوص مركز الطوارئ الصحي فعندنا يومين في الأسبوع، اللي هو يوم الأربعاء مساء ويوم الخميس صباحا. ممتاز. بخصوص الخدمات اللي نقدمها، طبعا من يوصل المدخن للعيادة في عندنا تقييم شامل، أول شيء عن طريق مع الممرضة نشوف مدى الإدمان على التدخين من خلال استبيان نعبيه، وبعدين في عندنا جهازين للنفخ ينفخ فيهم المدخن، واحد منهم يبين لنا وظائف الرئة كيف، والثاني يبين لنا نسبة غاز أول أكسيد الكربون اللي هو ينتج طبعا عن طريق الاحتراق من سواء أي نوع من أنواع التبغ. بخصوص بعدين التقييم عند الطبيب، في طبعا عدة فحوصات يطلبها الطبيب، بعد فحص دم نشوف كيف نسبة
قوة الدم عنده ونسبة وظائف الكبد وظائف الكلى، نسوي له تخطيط قلب، نسوي له أشعة صدر، وبعدين الطبيب يأخذ الهيستوري بشكل عام واللي هو التاريخ المرضي طبعا وتاريخ التدخين، في نصائح يقدمها الطبيب، وبرضه بعد بعض الفوائد أو النصائح السلوكية اللي ممكن تخلي المدخن يقلع عن التدخين، بالإضافة إلى الأدوية اللي متوفرة عندنا اللي هي سواء بدائل النيكوتين أو دواء الفارينكلين اللي هو الجامبكس. ممتاز دكتور صلاح، أنت ذكرت مثلا تقيمون مدى الإدمان المدخن، شو الفرق؟ احنا بالنسبة لنا طبعا الحمد لله ما ابتلي بآفة التدخين، بالنسبة لهم كل عبارة عن مدخنين، بس شو الفرق بين درجات الإدمان؟ لا يفرق وايد من ناحية العلاج، انه يكون سهل انه يقلع عن التدخين او يكون صعب. نعم. يعتمد عليه، اذا كان مدخن شره هذا شوي يكون التعامل معه صعب شوي. يعني يكون يعني ناخذها الخطة تكون اطول شوية. نعم. وشدة الأدوية بعد اللي نعطيها تكون أكثر شوية. نعم. طبعاً ده يفرق بينه وبين اللي هو المدخن اللي يكون مدخن خفيف، لأن في أشياء بعد، في مثلاً يسمونها كل ما زادت شدة الإدمان كل ما زادت اليومية يقلع تزيد أعراض الانسحاب. أعراض الانسحاب هاي اللي تي مع المدخن، لأن عندنا 50% من المدخنين يكون عندهم إدمان جسدي بسبب مادة النيكوتين، فهذا تزيد عندهم أعراض الانسحاب لما يقلع عن التدخين ويتعب وايد، فيرد يدوخ أكثر مما كان. فإحنا نفهم هالنقطة ونشرح له إياها ونعطيه الأدوية عشان تساعده على السيطرة على أعراض الانسحاب. هاي الأعراض الانسحاب شو ممكن تكون؟ تي على شكل توتر، قلق، عصبية ونرفزة، صداع، عدم تركيز، ممكن خفقان في القلب. فهاي الأمور كلها ممكن تي، وفي أشياء كثيرة وايد بعد من أعراض الانسحاب، بس هاي ذكرنا نبدأ عنها يعني. ممتاز. الحين لو واحد حاب يحصل على هذه الخدمة، شو الخطوات؟ شو مفروض يسوي؟ من المفروض يتوجه لعيادة الإقلاع عن التدخين؟ كل المدخنين ولا فئة معينة؟ لا، احنا نخدم جميع المدخنين من جميع الأعمار. إذا يبقى يحضر لعيادة الإقلاع عن التدخين عنده عدة خيارات، يا عن طريق العيادة، عيادة طبيب الأسرة أو العيادة العامة يأخذ تحويل، أو بالاتصال بالكول سنتر اللي هو مركز الاتصال في هيئة الصحة بدبي، أو عن طريق الزيارة المباشرة في الأيام اللي ذكرناها. مباشرة ممكن نقبل بدون أي تحويل، بدون تحويل أيضا. هذا كتيسير على المدخنين عشان ما يتحجج يقولك والله لازم أسير عند دكتور الأسرة وترية، لا ممكن تروح حتى بدون تحويلة. أكيد بدون تحويل ممكن نقبل بعد ونشوف عادي. ممتاز. حجة بعض المدخنين من المرة علينا أن أنا دخل صار 30 سنة، شو بستفيد الحين لو أقلع عن التدخين؟ خلاص اللي اخترب اخترب خلاص. شو لو شو نقول حق هالفئة؟ شو نقول حق اللي يبي يقلع عن التدخين إنه بحيث إنه ما يفقد الأمل، إنه دائما هناك فرصة لو أقلعت عن التدخين في أي مرحلة؟ شو الفوائد اللي بتستفيدها من الإقلاع؟ لا دائما في فوائد، لازم الفوائد موجودة. وأول فائدة تكون هي إن بدل ما يكون التدهور مستمر، لا نوقف التدهور هني والخلايا تعيد تجديد نفسها. فيكون في مثلا اللي هو أول شيء نلاحظه إنه مثل ما قلنا نقيس نسبة غاز أول أكسيد الكربون، فغاز أول أكسيد الكربون يرجع للمعدل الطبيعي خلال أول 8 ساعات من الإقلاع عن التدخين. هذه أول فائدة إذا كان عنده ارتفاع في ضغط الدم، ومعظم المرضى يكون عندهم يا سكري يا ارتفاع في ضغط الدم، فأولا ضغط الدم يرجع للمعدل الطبيعي والنبض كذلك يرجع للمعدل الطبيعي. طبعا حاسة الشم، حاسة التذوق عنده تتحسن، مخاطر الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية تقل. يعني هذه كل الفوائد مش مرة واحدة، هي بالتدريج على فترات، لكن هاي كلها يستفيدها ويحصلها حتى لو كان له فترة طويلة مدخن. لكن نعم. مثل ما قلنا احنا نقلل او نوقف التدمير اللي حاصل في الجسم ويبدأ ياخذ هاي الفوائد. ممتاز. شو نصايح أخيرة تقدمها دكتور صلاح للمدخنين؟ حد يسمعنا الحين ويقول أسير ما أسير. أنا للأمانة لما يجون العيادة نقول لهم
هو مو إجبار، يعني أنت لو رحت هناك الدكتور ما يجبرك على الإقلاع، يعني أنت سير كفضول تشوف شو يقدم هناك، بس تأخذ فكرة. سبحان الله، أذكر دائما تقولون أنتوا الخطوة الأولى هي أهم خطوة، أهم شيء أنك تيجي العيادة أول مرة، يعني على الأقل في نية احتمال أنه يقلع عن التدخين. فشو تعطونهم نصايح للي يسمعنا اليوم وسمعنا عيادة؟ أهم شيء في الإقلاع عن التدخين هو الإرادة، مثل ما قلنا أنه يكون هو المدخن عنده إرادة وأنه يبا يودر، فإحنا نساعده. طبعا التدخين ما منه أي فايدة، هو كله ضرر، سواء على المدخن نفسه أو على المدخنين أو على الناس المحيطين حوله. صحيح. مش حتى غير المدخنين يسمون التدخين السلبي. فلازم الشخص يفكر في نفسه ويفكر في غيره، في عائلته، في عياله، في أهله، فهذا كلهم ترى يتأثروا ويتضرروا من التدخين اللي هو يدخنه. فدائما احنا ننصح انه يوصل لعندنا ويسمع وياخذ النصائح ويشوف كيف بنفسه بعدين يجرب ويشوف. صحيح. كيف اكيد اكيد. أنا شاكرة لك دكتور صلاح ثابت، أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة عن عيادات الإقلاع عن التدخين. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا لك. مثل ما قال دكتور صلاح، هي خدمة رائعة للمدخنين، سواء كنت تدخن خفيف جيجارة ممكن في اليوم، أو مدخن شره تخلص باكتين أو ثلاثة، أي كان المكان اللي أنت موجود فيه. ما في شيء اسمه طاف الوقت، أنا من زمان أدخن، أنا مستحيل أوقف، أنا جربت وايد. لا مانع من أنك تجرب مرة ثانية. وايد نسمع من المدخنين عبارات مثل أنا وايد جربت خلاص ما يفايدة، ما شيء إرادة. أنت تقرر إذا عندك إرادة أو لا. الإرادة مو بشيء موجود على الرف أنا أحطه وأشله، أنت تقرر هل أنت عندك الإرادة هذه أو لا. أنت قررت ما عندك إرادة، بالتالي ما عندك إرادة. لكن القوة الحقيقية للإنسان تنبع لما أنا أبني الإرادة داخل نفسي، أنا إن شاء الله بقلع مع التدخين. والإقلاع عن التدخين ترى حالة حال أي شيء ثاني، مثل اللي يبقى يكون عنده إرادة عشان ينزل وزنه، مثل اللي يبقى يكون عنده إرادة عشان يبتدي يمارس التمارين الرياضية، حالة حال أي شيء ثاني. ولا بأس إن فشلت. دائما أعتقد بيل جيت أو حد قال أنا لا أفشل أنا أتعلم. كل أنا أعتذر إذا ما كان بيل جيتس، أنا سمعت العبارة قبل كم يوم بس أعتقد كان بيل جيتس. كل تجربة إحنا نمر فيها وما ننجح فيها، لا نقول مصطلح الفشل، ما ننجح فيها نتعلم منها. ما علي جربت 10 مرات 20 مرة 50 مرة، ما علي جرب بعد مرة. لما اخترع اللمبة الكهربائية كم تجربة مر؟ حسب ما قالوا 99 مرة جرب، المرة 100 هي اللي ضبطت وطلعت اللمبة الكهربائية هذه اللي تنور لنا الحين كل مكان. فلا بأس ان احنا نجرب وما ننجح، نجرب ونجح نصفي، نجرب وننجح شوي ونرد نتراجع، هذا شيء طبيعي. المهم التجربة، المهم ان انت عندك القدرة والشجاعة ان انت تجرب تاخذ الخطوة الاولى. بساعة ما تاخذ الخطوة الاولى بعد هذا باقي الخطوات دائما تكون اسهل. في اي شيء نبغى نسوي دائما اول خطوه اصعب خطوه، اول يوم في العمل الجديد اصعب يوم، اول يوم في المدرسه الجديده اصعب يوم، اول يوم في بروجكت جديد اصعب يوم، بس بعد هذا ثاني ثالث يوم تحس الامور كلها تتسهل عندك. فالمهم نخطو الخطوه الاولى. وارد اقول الدكتور في عيادات الاقلاع عن التدخين ما بيجبرك، بالعكس انتوا لو تروحون هناك تشوفون دكتور كانه يسولف، كانه سوالف، ما في حتى ما تحس هو دكتور، تحس كأنه صديقك قاعد يسولف معك، يسولف معك عن عاداتك، عن شو تحب تسوي، شو اللي يخليك يعني تحب تدخن، متى مارس التدخين أكثر، يسولف معك. الغرض إنه هو يبني مثل خارطة. الخارطة هاي تقول أنت شو عاداتك في التدخين، لأن التدخين تعتبر عادة، تعتبر إحدى العادات اللي عند الإنسان. فعشان أنا أكسر العادة هذا صعب، عشان أقدر أنا أوصل أغير هذه العادة عندك لازم أبني خريطة. مثلا أنت تحب تدخن أول الصبح، تحب تدخن لما تشرب فنجان القهوة، تحب تدخن لو رحت مثلا شفت مباريات في الكوفي شوب مثلا، هاي كلها أسئلة. هناك مثل ما يقولون نان جاجمنت، يعني ما يحكمون عليك. إذا أنت جيت أول موعد طوف الموعدين ثلاثة أوكي، بس ها تكنسل الموعد، ما نطوف الموعد وما نكنسل، لازم نتصل ونأجل الموعد عشان متعاملين آخرين يستفيدوا من هذا الموعد. إذا أنت قررت الموعد الثاني والثالث والرابع ما بتي، بعدين الموعد الخامس، الدكتور ما رح يلومك، ما رح يقول والله أشو أنت جبان وليش ما جيت، لا ما رح يقولك هالكلام. بس لازم يكون إحنا عندنا الإرادة إن أنا رحت أول موعد بلتزم باي ثاني موعد عشان الفائدة لي أنا. ترى الطبيب في النهاية ما رح يخسر شيء إذا أنت قررت إنك ما تي، لكن الطبيب تهم مصلحتك ولازم انت تخاف على مصلحتك اولا قبل اي حد ثاني. احنا حنطلع الحين ان شاء الله فاصل، بعد هذا الفاصل ان شاء الله راح يكون عندنا موضوع عن
برنامج زمالة صحة الأم والطفل اللي أطلقته هيئة الصحة بدبي مؤخرا، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. خلينا نقرأ دراستنا مالت اليوم. دراسة صراحة مثيرة للانتباه. تقول الدراسة: حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن نوم الأم الحامل طبعا لأكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة أثناء الحمل قد يهدد بولادة جنين ميت وحدوث إجهاض للحمل. راقب الباحثون بالدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة ميشيغان الأمريكية، راقبوا حالة 153 امرأة عانين من ولادة جنين ميت بعد 28 أسبوعاً من الحمل، بالإضافة إلى 480 امرأة أنجبن أطفالاً أحياء خلال نفس الفترة من الحمل. توصل الباحثون إلى أن نوم الأمهات الحوامل لأكثر من 9 ساعات يعرضهن لخطر ولادة جنين ميت، مقارنة بمن يقضين 7 إلى 8 ساعات فقط من النوم ليلا، وهو المعدل طبعا الطبيعي للنوم. لاحظوا أن ضغط الدم عند الأم يصل إلى أدنى مستوى له أثناء النوم، ولكن عندما يستيقظ شخص ما هناك طفرة في نشاط الجهاز العصبي تسبب زيادات عابرة في ضغط الدم. يعتبر العلماء أن حدوث هذه الزيادات الوجيزة في ضغط الدم قادرة على منع فترات طويلة من الضغط المنخفض نسبيا، لأن انخفاض ضغط الدم يرتبط بمشاكل نمو الجنين، الولادة المبكرة، وولادة الجنين ميتا. الدكتورة لويز أوبريان قائدة فريق البحث تقول: رغم أن الاستيقاظ لبعض الوقت أثناء الليل قد يثير قلق النساء الحوامل، إلا أنه في سياق الحمل يبدو أنه إجراء وقائي للحفاظ على حياة الجنين. يعني شو تقول هالدراسة؟ تقول إن الأمهات الحوامل اللي يقضون أكثر من 9 ساعات متواصلة في النوم يؤدي لا سمح الله إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت. لأن طبعا أثناء النوم ضغط الدم ينخفض، لأن الجسم يدخل في حالة سبات وركود، والعضلات مالتنا تكون في حالة استرخاء، فينزل ضغط الدم. فهذا انخفاض ضغط الدم ممكن يسبب نقص في توصيل الدم إلى الجنين. بشكل عام سواء كنت حامل أو ما كنت حامل، النوم الزائد عن الحد، أي شيء زائد عن الحد مضر لنا، مضر لصحتنا، مضر لجهازنا العصبي حتى. قضاء ساعات طويلة من النوم، النوم المتأخر، عدم انتظام النوم، هذه كلها تعرضنا لمجموعة من الأمراض. وإحنا أكثر مرة قلنا موضوع أهمية الالتزام بجدول ثابت للنوم. يعني اليوم أنام الساعة 10، باكر أنام الساعة 1، ورا باكر أنام الساعة 12. اختلاف الشاسع في مواعيد النوم يخلي نمط النوم عندنا غير منتظم، ويخلي أصعب أن أنا أنام. الناس اللي يطوفون موعد نومهم المعتاد، ترى النوم يجي مثل دورات، كل دورة أعتقد 45 دقيقة أو ساعة. إذا طفتوا موعد الدورة هذه، مثلا ياكم النعاس أنتم متعودين ساعة 10، طوفتوا بتيكم الدورة اللي بعدها 11، الدورة اللي بعدها 12، كل ما تطوفون دورة واحدة من دورات النوم يستوي أصعب عليكم إنكم تنامون، وتكون أقل راحة صباحا. ومثل ما دائما أكد إن النوم مو مرتبط بس بعدد الساعات، مرتبط بالجودة. جودة النوم تلعب دور وايد رئيسي، وللأسف وايد منا حاليا ممكن يحصل على ساعات نوم كافية لكن جودة النوم تكون سيئة. شو يعني جودة النوم؟ يعني من هال8 ساعات أو ال7 ساعات أو ال6 ساعات اللي انت نمتها، كم ساعة كنت انت في نوم عميق؟ إذا انت 3/4 وقتك وانت نايم، نومك انت مو في النوم العميق، في النوم الخفيف. النوم الخفيف يعني شو؟ يعني طول الوقت تسمع، لو حد بطل الباب، لو حد سكر الباب، لو قطوة برا، لو ديتش يرانكم يصيح سمعتوه، معناته ما رحتوا في النوم العميق. النوم العميق اللي صاحبه حركة العين والأحلام، لازم تروح في النوم العميق عشان يكون جودة النوم مالتك جيدة. وهذا اللي نشوفه معظم في العيادات. قليل الناس اللي تعاني من الأرق، كأرق إن أنا ما أنام. معظم الناس تقول لك أنا نام 8 ساعات لكن أنا شو الصبح بعدني تعبان، لأن جودة النوم ما كانت زينة. واحدة من الأشياء اللي ممكن تساعدنا على تحسين جودة النوم، وأنا إنسانة يعني أقدس النوم، وقت نومي مقدس، يعني ما حيقدر يعني يصوب وقت نومي خلاص، يعني هذا النوم وقت نومي، لازم ان انا انام ولازم اخذ نوم جيد، لان انا انسانه ما انام طول اليوم، ومتاكده كثير مننا كذي مع نمط الحياه، الدوامات الطويله، المدارس وغيرها،
فما أنام في النهار، فأحرص إن الليل أخذ كفايتي من النوم قدر الإمكان. فشو ممكن نسوي عشان نحسن جودة النوم؟ أول شيء طبعاً هذا اللي كنا دائماً نادي فيه، ومع أنه صعب تحقيقه لكن نحاول نبتعد عن الأجهزة اللوحية أو الهواتف أو التلفزيون قبل النوم أقل شيء 45 دقيقة. ليش؟ صح أنه يكون الليل الدنيا ليل مثل ما يقولون، لكن الإشعاعات اللي طالعة من التليفون تنشط مخنا، تحسس مخنا أنه للحين النهار، حتى لو مطفية الليتات، حتى لو قاعدة في ظلام دامس، لكن الإشعاع اللي يطلع تشوفونه يدخل عن طريق عينكم ويعطي رسالة للدماغ إنه بعده نهار والدنيا الأمور طيبة ونهار وما في داعي إحنا ننام حتى لو كنتم مجهدين. فنبغى ننفصل شوية عن الأجهزة عشان ما نعطي رسالة خاطئة للدماغ إن الحين نهار. عشان تجي تلاقون الأجهزة كثير من التحديثات مالتها الحين عندها السليبينج مود أو النايت مود أو تتغير إضاءة الجهاز إضاءة خافتة خلال الليل إذا تقدر تسوي، أو بعد ساعة معينة أوتوماتيك تتغير إضاءة الجهاز. ليش؟ لأن اكتشفوا فعلا الناس ما تقدر تنام وسب الإضاءة اللي طالعة من الجهاز. هذا رقم واحد. رقم اثنين، حتى وانتوا نايمين، أنا دائما الجهاز وأنا نايمة أحطه على الطاولة جنب السرير، لازم طبعا أحطه عشان سبحان الله أي شيء في الليل علاقة بالعمل أو أي شيء أروم أوصل الجهاز أسرع، بس أجلبه ما خلي هزاز، ممنوع الهزاز وانتم نايمين. حتى لو الهزة مالت التليفون خفيفة توعيكم من النوم، تنقلكم من النوم العميق إلى النوم الأخف، ويكون مجلوب بحيث أنه ما تكون إضاءة مالته. إضاءة الهاتف لما يلبك في الليل على مسجات الواتساب أو مسج عادي أو أيا كان، هذه على طول تلقطها عيوننا وإحنا مسكرين وتنتقلوا من النوم العميق إلى النوم الأخف. فهذه بعض الحيل ممكن نسويها. طبعا تهيئة المكان، يكون مكان بارد برودة معتدلة، انتم لابسين ملابس مريحة، السرير يكون مهيئ لان انتم بتنامون. فتسوون كل شخص لازم يكون له طقوس معينة في النوم عشان يقدر يروح في النوم العميق. عدم حصولكم على كمية كافية من النوم ترى وادي اثر يعرضكم لارتفاع ضغط الدم، لنوبات الصداع النصفي، للاكتئاب، لقلة الرغبة في اداء العمل ثاني يوم. واحنا مو في وضع يسمح لنا يعني تخلوا يتكرر هالموضوع 3-4 مرات في الأسبوع. 3-4 مرات أنا شو الصبح عندي صداع، ما أروم أدي في عملي جيد، أسوي أخطاء في العمل، فهذه يأثر على جودة عملي بشكل عام من جودة النوم، زائد طبعا يعرضني إلى ارتفاع ضغط الدم، إلى السكري والأمراض الأخرى. فلازم نحرص على جودة النوم. من جودة النوم للكبار أيضا أحب أركز على جودة النوم للأطفال. في كثير من الأمهات عندها عبارة واحدة تقول أنا ولدي ما يسمع الكلام يحب يسهر. أنا أدري في الأعمار الكبيرة على العمر 16 الله يحفظهم 15 لما يكون مراهقين أحيانا يكون يعني أن نفرض عليهم شوية صعب، لكن أنا أؤمن أن لو زرعنا في الطفل عادات من الصغر ما بيلتزم فيها 100%. طبعا مستحيل إحنا نفسنا ما نلتزم كل شيء 100%، لكن على الأقل 70% تستوي عنده عادة. هذا تستوي عنده عادة أنه النوم المبكر والنشة المبكرة صباحا، حتى لو كان إجازة، حتى لو كان ويك أند، حتى لو ما في مدارس، لازم الطفل يتعود أنه ينام من وقت. ممكن أيام المدارس 7:30 خلاص الطفل رايح ينام، لأن الأطفال في أعمار عيالنا الصغار لين صف سادس لازم يحصلون على الأقل 10 ساعات نوم. إذا الطفل بينام الساعة 11 من الليل، أي 7 ساعات، أي 10 ساعات من النوم بيحصلها؟ إذا نحسب أن الطفل يصحى الصبح أتوقع 5:30 عشان الباص يمر عليه وعشان يجهز المدرسة، يحصل على نص الكمية الموصى فيها من النوم، بالتالي يروح المدرسة نايم، ما يشارك في الصف، ما يلقط الدروس مالته، ويرد تعبان وما يقدر يحل واجباته وما يقدر يذاكر، فندخل في هذه الدورة اللي ما تخلص. أمر وايد بسيط، شو كيف إن دائما نقول إحنا نكون مثال. ما أقدر أقول حق الطفل سير نام الساعة 8 وأنا قاعدة مشغلة التلفزيون وحاطة أكل مثلا وقاعدة في الصالة، أكيد ما بيسمع الكلام، أكيد لاقي هو هني هذا بالنسبة له أكثر لفت الانتباه، أجواء الصالة والتلفزيون وانتي والأبو تتكلمون وتسولفون، ما بيعيبة. أنتوا لازم تهيئون الطفل النوم، إن تحسسون جو البيت صار جو نوم، حتى لو ما بتنامون، حتى أنتوا ما بتنامين الحين، خفوا الليت، سكروا التلفزيون، قولوا الحين حان وقت النوم، وروحوا معاهم وخلوهم في الفراش، إجازة مو بإجازة، روحوا معاهم حطوهم في الفراش، خلاص هم متعودين مثلا ينامون روحهم غطوهم، قولوا ماما خلاص وقت النوم، ممكن تقعدون معاهم إذا أنتم معودينهم أو تردوا مرة ثانية. بس ما ينفع أنه أنا مسوي مهرجان في الصالة وأتوقع أقول حق طفل سير نام، لا أنتم قاعدين أنا بعد بقعد معاكم، طبيعي بيقعد معانا.
لازم نحن نحرص على صحة أبنائنا. نحن المسائلين، نحن المسؤولين. ما في شيء اسمه هو ما يبى ينام. هو لو أنت خذتي من إيده وحسستين أنت مستعدة حتى تروحين تنامين معه، بيسمع الكلام وبعد فترة يستوي طبع وتستوي عادة. بس أهم شيء ما نخل بهذه العادة. يعني من يجاس الصيف تستوي كوارث. أنا أسمع عن أطفال ينامون الساعة 4 الفجر. طفل عمره 6-7 سنوات ينام 4 الفجر. ليش؟ إجازة ما ورا مدرسة، خلي ينام خلال النهار. ليش أنا خليه يصل 4 الفجر؟ شو الحكمة من الموضوع؟ شو يستفيد الطفل لما يصل لين 4 الفجر؟ يأثر على صحته، يأثر على نموه، نمو الأطفال. الأطفال في مرحلة حرجة للنمو. كفاية أن أطفالنا معظمهم أكلهم مستوي صعب، يحبون الفاست فود وايد، ما يأكلون أكل البيت، دائما يبون اكلات معينه، استهلاكهم الخضار والفواكه اقل. على الاقل على الاقل النوم انا احافظ عليه. خلاص يعرف الطفل ان النوم شيء مقدس، لازم انا انام في وقت مبكر. ايام المدارس 7:30 او 8 اقصى حد يدخل ينام. ايام الاجازات ممكن ها لين 9:30 اعطيه عشان عقب هذا يدخل على الفراش. لازم يتعود عشان ما ياثر على نموه، يطلع طفل ذكي. كل الاطفال لو انتم سالتوا كل العباقره والعلماء، لو سالتهم عن طفولتهم، متأكدة معظمهم بيقول لكم احنا كنا ننام من وقت، ما كنا نسهر. السهر مؤذي جدا، لان ربنا العالمين خلق اجسامنا مهيئة انها تنام في الليل ونش وتشتغل وتنتج خلال النهار. فتخيل لما اقلب هذه المعادلة، يستوي حال نفس حال الانسان اللي داوم شفتات. تلاقون داوم شفتات دائما يقول دائما احس انا تعبان، مع اني انام خلال النهار بعد شفت الليل، بس ما احس اني ارتحت زيادة. نفس الشيء يستوي لاطفالنا. فالنوم مهم جدا، حصولنا على كفاية من النوم للأطفال وللكبار. فخلنا نحافظ كلنا على نمط معين النوم عيالنا ولنا إحنا أيضا، إن نتفادى السهر عشان نكون بصحة أفضل، نعيش أطول. السهر حتى ممكن أمهاتنا شو كانوا دائما يقولون؟ السهر يقصر العمر. أمهاتنا دائما يقولون هذا، مع أنهم ما درسوا الطب، ما قروا دراسات، بس الحين دراسات كلها تقول إن النوم فعلا ممكن يقصر العمر، لأنه يعرضك للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وغيرها وغيرها وغيرها. فيعني نعطي النوم أهمية، ما نخليه في آخر القائمة. يعني ممكن نعطي الدوام وشغل البيت والمدارس والواجبات أهمية ونعطي النوم أقل أهمية. لازم أحصل على جودة نوم جيد عشان أنا أقدر أقوم بكافة هذه المهام اللي أنا عندي في البيت. طبعاً موضوع النوم موضوع شائك، موضوع طويل. وأنا دائما أنصح الناس لما يجون العيادة عندهم مشاكل في النوم من سنوات، أنا ما في شيء يزعلني غير محد يقول دكتور أنا صار لي 10 سنوات ما أنام عدل، هل استشرت طبيب؟ لا، ترى كل الناس كذي. هذه عبارة كل الناس كذي لازم تموت. أنا أحس لازم تموت. ليش نفترض أن كل الناس كذي فقط لمجرد أن زميلي في العمل قال والله أنا بعد عندي مشاكل في النوم من زمان؟ عادي كل الناس كذي. لا، مو بعادي، مو بكل الناس كذي، ومو طبيعي أن أنت عايش طول عمرك بمشاكل في النوم. هل أنت استشرت أخصائي في النوم؟ هل قال لك سوى كل الفحوصات واكتشف أن أنت سليم؟ لكن يمكن تحتاج تغيير بعض عادات النوم، يسمونه sleep hygiene. ما في شيء اسمه عادي كل الناس عندهم. نفس سالفة الصداع، عادي دكتورة كل الناس عندهم صداع. لا، مو كعادي ومو كل الناس عندهم صداع. لازم تحصل على استشارة طبية لأي عرض عندك، كبيرا كان أو صغيرا. كثير من الأعراض الصغيرة تكون دلالات لأشياء أعمق وأعمق وأعمق موجودة عندنا، لكن لا تظهر على السطح. كثير من الناس كان عندهم صداع لسنوات ويقول لك عادي صداع، هذا كل الناس عندهم، وعادي أختي عندها، ربيعتي قاعد عندها نفس الشيء. عقب اكتشفنا في مشاكل في الدماغ لا سمح الله، أورام، أو عندهم ضغط دم من زمان بسبب هذا الصداع. فلا نهمل أي عرض من الأعراض. احنا وصلنا إلى ختام برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. إن شاء الله كنا خفاف عليكم في مدى هذه الساعة على الهواء. إن شاء الله مواضيع طرحناها كانت استفدتوا منها. إذا عندكم أي ملاحظة، أي اقتراح، طرشونا عن طريق رسائل نصية أو غدا إن شاء الله خلال برنامج صحة وسعادة. في نهاية البرنامج أشكر أيمن سرحيل وميرا المري على وجودهم معي. محدثتكم دكتورة ندى الملة، أقول لكم في نهاية البرنامج دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.